فكان هذه الطلقات لمجرد تدريب مجموعات خاصة لحماية الثورة عند اندلاع الثورة الشعبية عند اندلاع. وكنا نرى أن السادات هو حاكم مثالي لصناعة شعب وتعبئته في مواجهته. فكان جزء منه موجود عندي الطلقات وتم امداد فعلا الاخوه بيها ودي اللي طبعا حكمت بيها. أنا أتمنى أن أكون خادما أو زبالا في هذا البلد.